كنت تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تغيير شكل جوجل مابس. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سنقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سنقوم بالضغط هنا على التطبيقات، ثم سنقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق جوجل مابس. سوف يظهرنا على هذا الشكل. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل واي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بتعب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق جوجل مابس. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدونه هنا تحديد قم بضغط عليه.